هلا رح اروح لفقره كثير مهمه لكل الصبايا ولكل السيدات اللي بيطمحوا بهذا الوقت انه يكون عندهم شيء خاص فيهم، منتجات طبيعيه ومفيده، وايضا سعرها كمنتج سعر كثير مقبول، وخصوصا هلا نور عم نشوف يعني المنتجات اذا قلنا الاصليه اذا وجدت فهي عم تكون كثير مكلفه وممكن تكون اوقات مضره بالصحه. صحيح. بينما المنتجات اللي رح نحكي عليها هي لصبايا طلعوا طبعا من بين المركبات مثل ما بيقولوا والمواد الكيماوية ليدخلوا بالمواد الطبيعية ويستغلوا شهادتهم بكلية الصيدلة ويكونوا عندهم مشروع خاص فيهم. هاي نقطة كتير مهمة اليوم لازم نوقف عند المواد الطبيعية، كيف فينا فعليا تكون كل المستحضرات لها عناية بالبشرة، فينا نقول لكل صبية يمكن فينا نقول بشعرها برموشة ببشرة وجهها بس من مواد طبيعية، لأنه صار اليوم نوعا ما بتخافي إذا هذا أصلي ولا لا. صحيح. مو اي شيء بينحط على الوجه، والتكلفه اليوم عم تفرق لما تكون المواد طبيعيه من المواد الموجوده ضمن البلد. لنحكي عن هذا المشروع، مشروع جاردينيا، معنا ساره السبع ولجين مخلوفي. سعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح الخير للدكاترة الحلوين واللي عاملين منتجات كتير حلوة. خلينا نبلش اليوم، هذا السوق موجود، صار موجود كتير بقوة وصرنا عم نشوفه، ولكن لا للمختصين حقا بهذا الشيء. يعني اليوم انتو دكاترة صيادلة، ف التركيب الدوائي هو جزء كامل من دراستكم، يعني بنعرف المعامل تعتمد على الصيادلة ضمن التركيب الدوائي. نبلش، كيف اجت الفكرة؟ اول شغله اجت الفكرة، الصيدلة بتعرفي شو إلها فرص كيميائي طبيعي، فنحن حبينا نختص بالشيء الطبيعي طبعا لانه اقل ضرر من الكيميائي والاخص على البشره، فلازم كل وحده تعتني بشيء طبيعي وشيء يعطي جمال لبشرتها وشيء يجذبها. فحبينا انه انا ولجين نبلش بهالمشروع سوا. خلينا لجين نحكي عن مشروع جاردينيا. لما نقول مواد طبيعيه، حتى لما نفوت على الصيدليه بتلاقينا نحن بننجذب للمواد الطبيعيه اكثر من اي ماده. شو هي المواد الطبيعيه الاساسيه؟ كلها من منتج البلد؟ كيف بلشتوا بهذا المشروع؟ ومثل ما قالت سلمى يمكن عم نشوف كثير مشاريع بتخص مواد طبيعيه لها علاقه بالعنايه بالبشره، بس مش فينا نقول متاكدين منها 100% او مختصين هن اللي عم يقوموا فيها. هلا هو الفكره انه مثل ما حكت ساره انه المواد الكيماويه هلا يعني نحن بعصرنا هلا كثير كثرت، وقد ما كان الواحد يعني عم يستخدم مواد كيماويه لقدام قد ما كانت منيحه اجباري بده يكون في لها ضرر. يعني صحيح. بالنهايه انت ما عم تعرفي يعني شو البعد، مدى البعد الايجابي والسلبي للماده عم تستخدميها. فطبعا يعني الطبيعه يعني نحن يعني كيف اصلا البشر بالاساس شو اسمه الطبيعه هي المصدر الاساسي، فاكيد ما راح تكون مضره. فنحن حاولنا نتجه باكثر شيء عن محل الزيوت الطبيعيه اللي هي المناسبه للبشره، بترطب البشره، بتخفف من بعض الاعراض. يعني مثلا كثير في عالم بتعاني من حبشبه، في عالم بتعاني من هر مثلا من الشعر حتى رموش وحواجب. فنحن حبينا انه خلص اختصاصنا يكون بس طبيعي، يعني نبعد عن كل شيء كيماوي. حلو. هلا نور يمكن ما بعرف قديش الكاميرا بتخدم انه هي تطلع وش الصبايا. فعلا هلا دائما بيقولوا الشخص لما بيعبر عن شيء بنفسه فبيظهر يعني الصبايا وش نقي وبشره حلوه، بيكون هن عاملين منتجات. اوقات بيكون سبب يعني صح. اوقات بيكون حاجه ملحه عند الصبيه انها تجرب، مثل هلا مثلا نحن ما لنا دارسين صيدله ولكن اوقات بنفتح على النت بنقرا وصفات، خليني اجرب بركي بتستفيد بشرتي على هذا الموضوع. فكيف بقى اذا انت صيدلانيه فبيكون الموضوع. خلينا نبلش اول المنتجات اللي بلشتوا فيها. اول منتجات، اول شيء عملنا سيروم للرموش والحواجب. هذا اهم شيء. اي وحده بتعرفي هلا رموش والحواجب وهر وهيك، هاد ايوه هاد بغذي الرموش والحواجب. ها اول منتج. شو الزيوت؟ الزيوت زيت خروع، زيت جنين القمح، زيت اللوز المر. هلا بنعرف انه زيت الخروع يمكن كان اكثر شيء مشهور بهذا الموضوع. طبعا وزيت اللوز المر وزيت الحشيش وزيت الجوجبه كلهم منيح، وفي فيتامين اي طبعا مدعم بفيتامين اي. هلا طبعا هو موجود بقطاره تماما مع الفرشاية الخاصة للتمشيط، يعني بتكفي البنت انها تحط نقطة على الفرشاية. أيوة. كم مرة ممكن تستخدمه؟ كل يوم، يومي ولا اسبوعي ولا؟ لا كل يوم فيها قبل النوم، بس قبل النوم حصرا طبعا لانه زيت بتعرفي لانه على الشمس تتعرض الوحده ما بيصير. طيب لجين خلينا نحكي، في مجموعه من المواد موجوده معنا كلها مواد طبيعيه، واي شيء
يعني فينا نقول المواد اللي اكثر هي طلب عند الصبايا والسيدات. هلا عم شوف مثلا في صابونه الجلسيرين فينا صح هي البركه موجوده عند بتلاقي هلا يعني بشكل كثير كبير يعني بتلاقي كل متجه نحو هذا الصابون اليوم. هلا هي بحبه البركه نحن كل صوابيننا اللي عاملينهم عباره عن يعني زيوت طبيعيه مثلا خلاصه زيت حبه البركه بناخذها طبعا طريقه التصنيع بتتم بكامل التعقيم وكامل النظافه حسب بشرتك انت بقى يعني عندنا نحن عملنا مجموعه صوابين يعني فوق 12 نوع صابونه كل نوع بيختلف للبشره مثلا حسب نوع بشرتك انت بتاخذي الدهنيه شو دهنيتي عندك لك صابونه الحلبه جنبك لا هي هي بتنشف افرازات الوش وبتشد البشره بشكل مو طبيعي حبه البركه كثير منيحه لترطيب البشره وكمان بنفس الوقت بتخفف من حب الشباب هي الحلبه هي الورد هي الورد هي اكثر شيء بنبيع نحن الورد طبعا الصبايا كلهم طبعاً بيعرفوا انه هي مفيدة جدا للبشره بتعطي بشكل طيب خليني احكي اليوم كمان هي من الشغلات الكثير مهمه كل الصبايا مع اختلاف اعمارهم بيعانوا من التشققات ممكن بيكون بالاقدام احيانا بيحبوا يعملوا مثل تنظيف للبشره بيخافوا هلا صار في كثير انواع من التنظيف مواد كيماويه عم تنحصر عم يستخدم الليزر والاشعه بتنظيف البشره ما بنعرف قديش هذا الشيء ممكن يكون له مثل ما قلتي لجين تاثير ايجابي لفتره بس بعدين سلبي جدا ليك خلينا نحكي عن هدول انواع السكراب اول شيء هذا سكراب للقدمين بزيت الورد وفي الملح الصخري كل وحده هلا والاخص انه جايين على صيف وملح صخري يعني هي فيها تعمليها بالبيت ايه طبعا فيك تعمليها بالبيت فيها ورد طبيعي وزيت الورد وملح صخري وهي سكراب للشفايف بزيوت وفيتامين اي طبعا وبريحه الكاندي هدول شو فينا نقول البخاخات الموجودين في هون هدول تونرات للوش مثل فينا نقول تونر هو بيساعد على ترطيب البشره فنحن استغلينا هي الفرصه وعملنا كذا نوع مثلا اللي بايدك هذا الاخضر بالالوفيرا ومع ورد والالوفيرا دائما بنقول بتلاقي كل انه لازم يكون موجود بكل المواد الطبيعيه وقديش مفيده كثير كثير بيغذي البشره بشكل والموف هذا بالكولاجين كمان كلنا بنعرف الكولاجين قديش مفيد للبشره هذا الكولاجين الكولاجين او مدعم بالفيتامينات طبعا بس الكولاجين هو اساسا بروتين موجود بالبشره فكتير مهم انه الواحد بعد عمر ال 25 يبلش ينتبه على لانه ببلش يقل الكولاجين بالوش وهذا مثبت مكياج كل وحده والاخص نحن جينا على فصل الصيف شفتوا هالشوب ودرجات الحراره الكثير مرتفعه فكل وحده لازم يكون عندها مثبت مكياج مو بس هيك انه كله من مواد طبيعيه وفيتامينات هلا هذا ما بياثر على البشره مستحيل تمام طيب هدول في على مصير ربيت هذا بخي لانه بس واحد يطلع شوب ببلش طبعا بلش بيسيح المكياج هيدا شو اذا كمان في عليه اوليفيرا هذا شو جلوس للشفايف ملمع بالاوليفيرا هلا هذا نحن عملناه بالاوليفيرا لانه كل الجلوس كيميائي فنحن حبينا نعمل ايوه مسك طهر وهذا مقوي الاضافه مقوي بس مواد طبيعيه ما في مواد شو بيكون في زيوت ولا شو طبعا في زبده الشيا وفي زيوت مثل جنين القمح مثل الجوجبة هلا انا ملاحظه وانتم عم تحكوا وحده بتطلع بالثانيه معناته هذا المنتج هي اللي عاملته انتم متقاسمين ولا بتشتغلوا كل المنتجات سوا كل شيء سوا احلى يعني حتى خبره مع بعض شغلنا سوا يعني كل شيء سوا حلو وكمان خلف الكاميرات اهلكم قاعدين بدنا نقول لهم صباح الخير لوالدك يمكن معنا ووالدك واختي مسافر بدنا نقول لهم صباح الخير ويعطيكم العافيه اكيد هن الدعم كانوا كثير كبير خلينا نحكي اليوم اي مشروع صغير حتى لو كان حتى هي المواد الطبيعيه بدها راس مال بالبدايه وانتم تخرجتوا وبلشتوا بهذا المشروع نحكي كيف بلشتوا فيه اجت اول شغلي صدفي يعني كنا قاعدين انا ولجين نحن صرنا 5 سنين رفقات فحبينا فيه يعني ضل شيء يربطنا فهو الشغل هو الشيء الوحيد اللي بيربطنا يعني غير الرفقات وهيك بس تحسي الشغل وين ما رحنا وهيك فاجت شغله الشغل صدفه يعني ففورا ثاني يوم نزلنا نشتري الغراض بلشتوا فبلشتوا المشروع طب رد فعل الناس كثير مهم لما تبلشوا بالمشروع من اول مره وبتبلشوا يمكن تسوقوا لإله وتبلشوا تجربوه يمكن على اللي حواليكم اهلكم رفقاتكم كيف كانت رده الفعل بالبدايه على هذا المشروع وعلى المواد يعني قديش كان في صدى جميل عليها
وبداية طبعا يعني اي شيء قبل ما ينزل نحن اي شيء معروض بيتجرب مو بس علينا على اهلنا كمان، لانه اجباري انت بدك لحتى تاخذي يعني نتيجه مثاليه لازم صحيح. يكون متجرب مو بس على شخص واحد ونوع بشره واحده، يعني على كذا نوع. فنحن ما بننزل شيء قبل ما نكون متاكدين 100% منه. واي شيء مثلا بنعمله ما بيزبط اكيد بنرجع بنضل نعدل فيه لحتى يكون 100%. واول ما نزلنا نحن كنا عندنا مجموعه الصوابين بس، يعني بعدين شوي شوي تقدمنا بالهي، والحمد لله لحد الان ما حدا اشتكى من منتجاتنا. الحمد لله. كمان خطوه تقديم، طريقه التقديم كمان هي اليوم عنصر كثير مهم. عم نشوف المشاريع بيختلفوا، يمكن بنسمع كثير ناس عاملين هي الصابونه ممكن ما يبين معي غير على الاستخدام اذا في فرق بين منتج او منتج. صح. حتى لو مواد طبيعيه، ولكن طريقه التقديم هي لها دراسه لحالها. يعني اختيار الاسم جاردينيا، ليش اخترتوا جاردينيا، الالوان المستخدمينها، هذا كله اذا فينا نحكي عنه. اول شيء جاردينيا احنا ولا صفحه مسميه شيء يعني هيك بخص وردي او شيء، فاحنا حبينا انه شيء يكون مختلف عن اجمل الزهور الجاردينيا. صح، وريحتها كثير طيبه، فاحنا حبينا نكون انه مشروعنا يكون مميز بكل شيء، فحبينا يكون اسم المشروع اسم وردي. طيب خلينا على جينا نحكي، بيظل يمكن كثير من المشاريع اليوم الشبابيه التسويق للمنتج كثير مهم للناس تعرف المنتج وتتعامل معه وتطلبه. اليوم يمكن مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا فتحت. صح. المجال قديش كانت عامل نوعا ما ساعدكم اليوم، لانه عم نشوف كثير من الصبايا بيتخرجوا بيعملوا مشاريع ومثل ما قلنا بدها شغل وراس مال، حتى التسويق عبر السوشيال ميديا ما بيحتاج لانه يكون عندك محل وتكلفه ماديه، بيكون الموضوع اخف عليكم شوي. هلا اجباري اي شيء فيه صعوبات بالبدايه. انت نحن وقت عملنا الصفحه وهي نحن ما كنا متخيلين نوصل بفتره صيرة يعني لهالكم من النجاح، يعني الحمد لله. بس نحن كثير يعني عانينا بالبدايه، لانه انت بتعرفي يعني بالذات على السوشيال ميديا عالم ممكن يعجبها الشيء اللي انت عم تقدميه، عالم ما تعجبها الشيء عم تقول. نحن بالذات في ناس تتردد وتخاف كثير، صار في من يعني هاند ميد كوزمتكس كثير صار في. فانت دائما لازم تختاري الشيء المميز يعني لحتى تقدمي يعني الشغلات. مثلا بتشوفي باقي الصفحات شو اللي مو عاملينه، كيف طريقه التسويق. لا التسويق الالكتروني يعني هو الوحيد اللي ناجح اصلا، ما يعني ما عاد في. انتوا على الموقع تبعكم ذاكرين انه انتوا صيادله؟ ايه هي النقطه كثير مهمه. انا كمستخدم هلا رح اقول لكم اياها. اليوم انا لما بشوف كثير انواع من المنتجات، لما بشوف حدا طبيب او اخصائي او صيدلاني، فانا بكون متشجع اكثر اني اجيب من عنده المواد، لاني بعرف انه في خبره اكثر بالمواد واستخداماتها ومضارها. صح. عن شخص فقط اخذ الموضوع انه مشروع فقط. هي فبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. والناس كمان تكون تعرفت على مشروعكم وتدور عليكم على المنصات وتفوت. شكراً كثير لكم. أكيد نتشكركم سارة السبع والوجين مخلوف، نتمنى لكم التوفيق بمشروعكم جاردينيا وتموا رفقات هيك وتحتفلوا مع بعض سنوياً بنجاح هذا المشروع. شكراً كثير لكم. شكراً كثير لكم.